كاين ناس ما شاء الله يخدموا بالحلال ربي يجازيهم خير، وطوبى لانسان يخدم بالحلال في الوقت كما هذا. يعني كما نقولوا حنا نوجهوا له تحيه لانسان عاش في هذا الوقت هذا وراه مازال يتحرى الحلال. والله طوبى جهاد، اكلوا الحلال اليوم والله جهاد. ولذلك انا ننصح اخواني اي انسان راه ربي سبحانه وتعالى حطه في هذه الاماكن تاع التجاره ان يتقي الله تبارك وتعالى، وخليك ما يلعب عليك الشيطان ولا يقول لك يا ودي كاع سراقين الله غالب لازم تمشي معاهم كاع، لازم هكذا جايه من فوق جايه هكذا جاي ما تقدر، لا لا تقدر تبر وتقدر تبيع بخير وصدق. الحمد لله كاين بزاف تجار صادقين في كل الميادين. سلام حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير. اليوم درت لكم فيديو جديد، هذا رحت الجوله هكذا درت في المحل تاع الاواني، يعني لقيت اسعار كانوا هايلين البنات، حبيت نشاركهم معكم يعني باه تشوفوا الاسعار. اغلبيه يعني المحلات تاع المعنى راهم يبيعوا نفس الاسعار هكذا. عجبوني هذو الكيسان هذو تاع القهوه تاع تاي البنات، هايلين حتى من لي موديل فيهم بزاف، فيهم انواع ما شاء الله. يعني صورت لكم شوي شوي هكا في الحانوت باه تشوفوا، قلت لكم اغلبيه يعني الاسعار هم كيما كامل الحوانت، نفس الحوانت راهم يبيعوا كيما بعضاهم. هذا الحانوت جاي فيه بالعلا قبل مدرسه عقبه بن نافع. المهم هنا قلت لكم دخلت صورت لكم هكذا شويه اسعار. شفتوا ذوك لي بورتكاطو البنات ب 480 450 كاين 470 كاين تاع 300. المهم كاين اسعار بزاف، كاين موديلات جدد دخلهم جدد البنات هايلين. عجبوني هذو ثاني لي سيرفيس تاع قهوه حليب روعه. شوفوا لي موديل البنات يهبلوا والاسعار تاعهم كامل نقصوا فيهم، يعني الحاجه اللي كانت بمليون كانت ب 900 هبطوا فيهم كامل. شوفوا هذو ثاني الكرافه هذه تاع جي هي وتاع هذو الكيسان 280000 فيها هذا، فيها زوج موديلات. عجبني ثاني هذا طبسيل البنات جي كبير هكا ديروه تاع فاكيا ولا هكذا يهب البنات. شوفوا هذو ثاني هكذا تحطوا فيهم لي كاطو منا ب 65000 راهم زجاج البنات ماهمش نيلو. المهم راهم جايين تاعهم موديلات بزاف هايلين. شوفوا دا قلت لكم السلعه دخلوها تهبل تهبل، يعني اللي حبت تعمر دارها اللي حبت تشري حاجه جديده تشريها كموديلات يكونوا باهين ويقعدوا لك. شوفوا هذا ثاني سلل هكا تاع الفاكهه تقدروا ديروهم الفاكهه ب 85000 كاين صغار وكاين الكبار كيما حبيتي نتيا. ولهنا دو طباصه وكلش البنات كاين كل وحده والاسعار تاعها. كاين هكذا تبع سيري في بعضها وكاين كل طبسي وحده، نتي بعدا شغل تعرفي كيف تنسقيهم مع بعضهم برك وتقل بهم شغل سيري تاع طابله. هذه ثاني بورسكاتو كما تشوفوا الاسعار كامل صورتهم لكم هنا باه تشوفوهم بقداه، يعني بسك على بالي توليو تقولوا لي بقداه الاسعار وتطلبوا لي الاسعار ومنا. على هذا حاولت اني نصور لكم كلشي بالاسعار تاعهم باش تعرفوا لهنا وين راهم واصلين الاسعار. شوفوا كيما هذو هنايا طباصه هكذا تاع ريشه 25000 كاين تاع 30 كاين تاع 40 35000. المهم هايلين. شوفوا ثاني سيرفيس هذا قهوه حليب اللي عجبوني ب 570. شفتوا السيرفيس اللي كانوا قلت لكم 900 800 هبطوهم كامل ل 500 400. المهم هنايا شوفوا الموديلات اللي صورت لكم بزاف، وهذا الموديل تاع ريشه دخل جديد جابوه يعني جدد هايلين، يعني موديلات هكا كي تشري حاجه جديده حاجه مليحه تقعد لك خير منك تروحي تشري حاجه كل حاجه وحدها، شري هكا سيري في بعضها تخرج لك وتجيك باهيه. هذا ثاني لي ترموس كامل البنات كيما شفتوا الاسعار تاعهم كامل كامل هبطوا فيهم ب 450 كاين تاع 500. المهم موديلات يهبلوا ثاني صورت لكم هكذا. المهم واش كاين في المحل، كملوا البنات الفيديو وان شاء الله يعجبكم. والمحل اللي قلت لكم وين جاي اكساكس، يعني اللي حبت تشري اللي حبت تروح انا عطيتكم يعني لمحه على واش كاين عنده في الحانوت والاسعار تاعو.